نفذت تذاكر حفل الفنان عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة والمقرر لها الجمعة في 9 أغسطس. وشهد الحفل إقبالا غير مسبوق، حيث نفذت كل فئات تذاكر الحفل والتي تتراوح ما بين 1,000,000 جنيه للكابينة و600 جنيه للفئة العادية، مرورا بالتنوع في الفئات والذي يتراوح ما بين 400 جنيه و800 جنيه. ويأتي حفل عمرو دياب وعرض مسرحية السندباد في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم. كما يأتي مهرجان العالمين ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية، ومنها مهرجان العالمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها.